أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى واعتدى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر أحدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، عنوان هذه الكلمة الإسراء والمعراج، أحداث ودروس. تعرفون رحمكم الله أن الإسراء والمعراج من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت في 27 من شهر رجب قبل بعثته عليه الصلاة والسلام بفترة. وقد جاءت هذه المعجزة في ظرف خاص، إذ وقعت بعد حدثين كبيرين. الحدث الأول هو حزن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فقد شخصين كانا من أهم المعينين له في أعباء الدعوة وتبليغ الدين. الشخص الأول هو أم المؤمنين السيدة الكريمة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، التي كانت للنبي عليه الصلاة والسلام نعم السند، ونعرف قصتها بعد الرجوع عليه الصلاة والسلام من غار حيرة، وقد رأى لأول مرة جبريل في صورته، وعرفنا بأنها سكن كريم كما قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام في بيته. والشخص الثاني هو عمه أبو طالب، الذي كان يذود عنه ويحفظه ويحميه من أذى قريش خارج البيت، وقد توفيا معا في سنة واحدة، فسمي ذلك العام بعام الحزن نظرا لشدة وقع هذا على المسلمين عامة وعلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الأخص. هذا هو الحدث الأول. الحدث الثاني هو ما وقع في الطائف، حيث ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى سادتها يطلب منهم النصرة والمعونة لتبليغ دعوة الله، فلو اكتفوا فقط بالرفض لكان ذلك مقبولا، ولكنهم تجاوزوا ذلك إلى أذى النبي عليه الصلاة والسلام بأشد أنواع الإيذاء. وبهذا أحس النبي عليه الصلاة والسلام أن السند قد فقد، وأن المعين في عالم البشر لا وجود له. هنا لجأ عليه الصلاة والسلام إلى معتقي الرقاب ومسبب الأسباب جل وعلا، فشكى إليه ضعفه وقلة حيلته وهوانه على الناس، كما هو وارد في دعاء الطائف أو دعاء الرجوع من الطائف، وأنتم جميعا سمعتموه وتلددتم
بذلك الخشوع وذلك الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعب ولم ييأس من تبليغ الدعوة، ولكنه يطلب رضا الله سبحانه وتعالى: إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي، كما قال عليه الصلاة والسلام. من ضمن ذلك الدعاء السامي الكريم الجميل. في هذا الإطار بالذات قام عليه الصلاة والسلام بالإسراء والمعراج، وكأن الله جل وعلا يقول له: ابتعد واهرب من جفوة الأرض والجأ إلى حفوة السماء. الأمر الآخر فيما يتعلق ببعض أحداث هذه المعجزة أن الإسراء عبارة عن آية أرضية، وهي انتقال النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكما ورد في كتب السيرة أنه عليه الصلاة والسلام كان نائما إما في بيته أو في بيت أم هاني أو في الحجر على اختلاف في ذلك، فجاءه جبريل وأيقظه وأركبه على البراق فسار به إلى بيت المقدس، وهناك وجد الأنبياء فاحتفلوا به وقدموه إماما صلى بهم. وهذا العمل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قام به من عند يديه، ولكنه فضل من الله ونعمة، فالله تعالى هو الفاعل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أداة ووسيلة ليقع ما وقع. وذلك افتتح الحديث عن الإسراء في سورة الإسراء بقوله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده. فالله تعالى هو الذي أسرى به، ولم يقوم بذلك من عنديته ولا من تلقاء نفسه ولا بجهده ولا بقدرته، أسرى بعبده. وكلمة العبد هنا يبين لنا حيثية هذا التكريم، أن الله أكرمه بهذا الإسراء لأنه عبد صادق منيب. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، في جزء من الليل، من المسجد الحرام مبتدأ الرحلة إلى المسجد الأقصى منتهاها، ثم الهدف: لنريه من آياتنا. وختمت بقوله تعالى: إنه هو السميع البصير. فكان الله عز وجل سميع بما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبصير بما تعرض له، ولذلك احتفى به وجزاه عن ذلك جزاء طيبا مباركا فيه. بينما المعراج هو رحلة سماوية، انتقل فيه عليه الصلاة والسلام من المسجد الأقصى إلى السماء، فوجد مرة أخرى أرواح الأنبياء ترحب به إلى أن وصل إلى السماء السابعة، ثم تجاوزها بعد أن عجز جبريل وتوقف لأنه لم يؤذن له، وتقدم عليه الصلاة والسلام حتى كان في مكان يسمع فيه صرير الأقلام التي تكتب مصائر العباد
وما جرى وما يجري وما سيجري. وقد وردت الإشارة إلى هذا في سورة النجم عندما قال جل وعلا: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم ننتقل في عجالة إلى ما يمكن أن يستفاد من هذا من دروس وعبر، أشياء كثيرة جدا مر بها النبي صلى الله عليه وسلم ورآها وعلمها فجاء ليخبرنا بذلك. ونحن نظرا لضيق الوقت نقتصر على ثلاثة من أمهاتها. الأمر الأول هو فرض الصلاة. كان عليه الصلاة والسلام في مكة يصلي ركعتين في الصباح وركعتين في المساء كما كان الأمر في دين إبراهيم عليه السلام، فلم تفرض الصلاة بشكلها الإسلامي إلا في حادثة الإسراء والمعراج، ففرضت هناك لسمو مكانتها ولأنها لقاء بين العبد وربه يتكرر باستمرار ويحتاج إليه المسلم فيهرع إلى الصلاة فيتقوى ويتزود من مدد الله سبحانه وتعالى. وقد فرضت أولا 50 ثم بعد ذلك نقصت إلى 5 رحمة من الله وفضلا ونعمة، ولم ينقص الأجر ولكن ولم ينقص الثواب نعم والأجر ولكنه نقص العدد والتعب. وقد يقول البعض: لماذا لم تفرض مباشرة 5؟ أو أنه ينسخ الحكم بعد أن يقوم به المسلمون فيعجز عن ذلك كما تنبأ سيدنا موسى عليه السلام عندما نصح عليه الصلاة والسلام أن يطلب من الله التخفيف، ولكنه في الحقيقة لا بد من أن نقول إنها فرضت أولا 50 وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع بها راضيا، ولكنه تلقى النصيحة من موسى عليه السلام لحكمة أرادها الله ولأمر قضاه الله تعالى وقدره ليتم التخفيف على المسلمين. الأمر الثاني ما يتعلق ببيت المقدس. كان بالإمكان كما يقول البعض أن يتم المعراج مباشرة من المسجد الحرام إلى السماء، فلماذا الرحلة الأرضية أولا؟ الرحلة الأرضية لسببين: السبب الأول أنها هي الدليل على الرحلة الثانية، أنه كان لتقول بأن الإسراء معجزة والمعراج كذلك معجزة، وهناك من يجمع بينهما فيقول إنهما معجزة واحدة ولا إشكال في هذا، كيفما كان الله كيفما كان الأمر فذاك هبة من الله سبحانه وتعالى. قلت إذن إن الرحلة الأرضية دليل على الرحلة السماوية. ألم تلاحظ أنه عندما عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه طلبوا منه دلائل، ومنها أن يصف لهم بيت المقدس فوصفه، وهم يعلمون أنه لم يزره قط في حياته لأن رحلاته معروفة معلومة محفوظة عنده. ثانيا أعطاهم من الدلائل يعني أخبار قافلة ستقدم يوم كذا يتقدمها جمال من صفته كذا وكذا، فكان هذا كله إيدانا بأنه صادق في هذا فهو بالضرورة صادق في الأمر الآخر. الدرس الثاني
أن الله تعالى أراد أن يؤكد لنا نحن المسلمين أنه بالإسراء أصبح المسجد الأقصى مكانا مقدسا في عهدة المسلمين، عليهم أن يحفظوه، عليهم أن يذودوا عنه، عليهم أن يحسوا أن حياتهم ناقصة ما دام هذا المسجد في الأصل. الأمر الثالث أنه عليه الصلاة والسلام في هذه المعجزة رأى مجموعة من المرائي، يعني مجموعة من المرئيات، وهذه المرائي أو المرئيات هي وسائل إيضاح بيّنت لنا كثير من الأمور التي قدرها الله سبحانه وتعالى ولا يرد حكمه. الأمر الأول أنه في الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم قدم له إناء من اللبن وإناء من الخمر، فاختار اللبن فقال له جبريل عليه السلام: هديت للفطرة، أو اخترت الفطرة، وهذا شيء طيب وجميل. ثم عند المرور على كثير من المرائي في السماء رأى عليه الصلاة والسلام الجنة، وأن الذي يقرب إليها كل عمل صالح، كل بر، كل ما يرضى الله تعالى عنه. ومن الوسائل المؤدية إليها على سبيل المثال للحصر ذكر الله سبحانه وتعالى، كما ورد في الحديث عندما قال له إبراهيم عليه السلام: أقرئ أمتك السلام وأخبرها أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، إلى أن قال: وأن غراسها كذا وكذا. فبين له ذكرا لله سبحانه وتعالى يجب أن لا نمل من ترداده. ثم رأى عليه الصلاة والسلام كذلك المجاهدين وهم يغرسون في يوم ويحسدون في آخر، وهذا هو ديدنهم باستمرار. كما رأى عليه الصلاة والسلام النار وبعض المناظر المخيفة فيما يتعلق بها، من ضمنها رجل تردخ رأسه بالحجارة، فبين له جبريل عليه السلام أنه تارك الصلاة. ورأى عليه الصلاة والسلام الزناة يعذبون، والمرابين يسبحون في أنهار من الدم، ورأى خطباء السوء والفتنة وألسنتهم تقرض وتقطع بالمقاريض، ورأى عليه الصلاة والسلام ثورا خرج من ثقب ثم حاول أن يعود إليه فلم يستطع، فقال له: هذا هما أصحاب ألسنة السوء الذين ينطقون بالكلمة فلا يستطيعون بعد ذلك أن يتراجعوا عنها. ورأى أشياء أخرى كما قلنا، وسائل الإيضاح، لأن هذه الأمور في زمن الإسراء والمعراج لم ينزل الحكم عنها لا في كتاب ولا سنة، ولكن قدمها الله تعالى بين أيدي الحكم من أجل أن يستعد الناس ويتهيأوا ويقبلوا دين الله سبحانه وتعالى ويتبعوه وينصروه. وقد كانت هذه المعجزة العظيمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ونصرة له، ونحن في أيام من أيام الفتنة وفي أيام من أيام المحنة، نسأل الله سبحانه وتعالى كما نصر نبيه في هذه الأيام الطيبة المباركة
المرتبطة بالإسراء والمعراج أن ينظر إلينا بعين الرحمة، وأن ينظر إلينا بعين المغفرة، وأن يفك أسرنا ويزيل أسقامنا ويسقي البلاد والعباد، وأن يصلح الأحوال، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وليه وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.